السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي طلبة وطالبات الصف السادس، أهلا بيكم مرة تانية مع حلقة جديدة من حلقات شرح وحل تدريبات كتاب ستيب أهيد، واللي شكل ما قلنا وشكل ما نبهنا إن هو بادئ بكمية مراجعة مهمة جدا عن جرامر الصف الخامس، واللي مش متابعنا ممكن ينزل على صندوق الوصف هيلاقي كل الحلقات بالترتيب من أول ما بدأنا الكتاب. تعالوا يلا نشوف موضوعنا النهاردة وهو verb to have، الفعل اللي معناه يملك أو عنده أو لديه. بس قبل ما نبتدي، لو ما كنت اشتركت في القناة اشترك بسرعة، ولو ما كنتش فعلت الجرس فعل الجرس عشان يجيلك تنبيهات بكل الحلقات اللي جاية إن شاء الله. طبعا شكل ما احنا عارفين حبايبي إن verb to have يكون من have and has، have وhas، تاني have وhas. طبعا have وhas معناها يملك أو عنده أو لديه أو يتناول، ليه معاني كتير جدا، ولكن مهمتي هنا ان انا لازم احفظ مين اللي بياخد هاف ومين اللي بياخد هاز من الاسماء والضمائر. طبعا حبايبي اللي بياخد هاف هو اي ووي وذاي ويو وكمان الاسم الجمع. طب يا ترى مين اللي بياخد هاز؟ قال لي هي وشي وات والاسم المفرد، لان في الاختيارات هيقول لي اختار هاف او هاز. اللي بيحدد هاف او هاز حبايبي هو الفاعل اللي قدامها. الفاعل لو واحد من دول يبقى انا هاخد هاز، الفاعل لو واحد من دول يبقى انا هاخد هاف، يبقى دي كلها بتعتمد على الحفظ. طب قال لي لما اجي اقول انا ما عنديش، قال لي حبايبي بنفي بدونت او بدزنت، تاني بنفي بدونت او بدزنت. بس من الحاجات المهمه جدا اللي انا لازم اعرفها ان دونت ودزنت لما يجي وراهم فعل لازم يكون مصدر، معناها ان لما اجيب دونت ودزنت لازم ارجع لهاف، يعني ما ينفعش اقول هاز. قال لي لا طبعا طالما جبت دونت او دزنت لازم ارجع فعل المصدر، يبقى اذا دونت ودزنت مش هيجي وراهم الا هاف، مفيش have ورا don't و doesn't. يبقى مهمتي برضو ان انا اعرف مين اللي بياخد don't ومين اللي بياخد doesn't. طبعا اللي بياخد don't هو I و we و they و you وكمان الاسم الجمع. طب مين اللي بياخد doesn't؟ قال لي he و she و it وكمان الاسم المفرد. طب عارفين ان do او does لما تيجي في اول السؤال بيكون معناها هل وبجاوب عليها ب yes او no. طبعا لما اجي اسأل عن الملكية بسأل بdo او does وبعدين اجيب الفاعل وبعدين اجيب هاف برضو، ايه ده مش هجيب هذا مصدر؟ قال لي لا طبعا. ليه؟ قال لي طالما في دو او داز لازم اجيب وراهم مصدر، فيرب تو دو ما يجيش والله اللي مصدر حبيبي، فبالتالي برضو في السؤال مش هلاقي هاز، هلاقي دايما هاف. طبعا مديني مين اللي بياخد دو؟ قال لي اي ووي وذاي ويو والاسم الجمع. طب مين اللي بياخد داز؟ هي وشي وات والاسم المفرد، فبالتالي برضو محتاجة حفظ، احفظ مين اللي بياخد دو ومين اللي بياخد داز، بس مهم جدا نعرف ان دو داز لازم يجي وراهم مصدر الفعل. تعالوا حبايبي يلا نشوف تمريناتنا اللي مديها لي على verb to have. نمبر 1 بيقول لي I a headache، طبعا I بتاخد have، جميل I have a headache يعني انا عندي صداع. نمبر 2 بيقول لي we a cold، طبعا we بتاخد have ولا has؟ هتقول لي بتاخد have، we have a cold، عارفين ان have و has بتيجي مع الامراض. تعال نشوف نمبر 3 بيقول لي داز شادي اي اكوف، يعني هل شادي عنده كحه؟ خلي بالكوا حبايبي طالما في داز اوعى تقولي ان شادي هياخد هاز لانه مفرد، لا طالما في داز يبقى لازم ارجع فعل الاصل اللي هو هاف. تعال نشوف نمبر 4 بيقول لي شي داز اند اي كاتس اون هير ارمز، اه نفس الكلام هي ما عندهاش جروح في دراعتها. طب يا مستر في دازنت، اه ينفع اخد هاز؟ هقول لك لا طبعا لازم اخد هاف. تعال نشوف نمبر 5 بيقول لي ماي ماذر اي توث ايك، اه يعني ماما عندها الم في السنان، طبعا ماذر مفرد فبالتالي هتاخد هاز. تعال نشوف نمبر 6 بيقول لي هي ان ايريك، اه عايز اقول هو عنده الم في الاذن، طبعا هي بتاخد هاز. تعال نشوف نمبر 7 بيقول لي دو يو اي استمك ايك، دو يو اي استمك ايك يعني هل انت عندك مغص؟ حبيبي طالما في دو يبقى لازم اجيب معاها هاف. تعال نشوف نمبر 8 بيقول لي داز هي اي اكوف، عايز اقول هل هو عنده اي كحه؟ برضو طالما في داز يبقى لازم اجيب معاها هاف. تعال نشوف نمبر 9 بيقول لي احمد اي هاف ا هيديك، اه بيقول لي احمد ما عندوش صداع، طبعا شكل ما قلنا ان احمد بياخد دازنت ما بياخدش دونت، يبقى احمد دازنت هاف ا هيديك. تعال نشوف يلا نمبر 10 بيقول لي يو اي ا كولد ستاي هوم بليز، اه بيقول لي انت عندك برد استنى في البيت من فضلك،
طبعا يو بتاخد ايه يا حبيبي؟ هتقول لي يو بتاخد have، يبقى you have a cold، stay at home يعني اقعد في البيت. Thank you very much for watching, but don't forget like, share, subscribe and don't forget the bell so that you can watch all our episodes. يلا لو ما كنت اشتركت في القناة اشترك بسرعة، ولو ما كنتش فعلت الجرس فعل الجرس عشان يجيلك تنبيهات بكل الحلقات اللي جاية ان شاء الله. ولو ما تابعتناش في الحلقات اللي فاتت هتلاقي الحلقات كلها في صندوق الوصف. شير لكل زمالك عشان الكل يستفيد. Goodbye. السلام عليكم.